ووصلنا لأولى مساحاتنا لليوم رح نكون فيها ضمن عالم التغذية ضمن موسم الأعياد وفصل الشتاء. هدول التوأمة مع بعض بيسببوا زيادة الوزن لكثير من الأشخاص. يعني رشا بيقولوا تقريبا من هذا الشهر يعني من بداية فصل الشتاء يوميا الواحد بيزيد بين كيلو لكيلو ونص وسطيان، فبنوصل نحن خلصنا الشتي معنا ستة معنا مفاجآت صيفية تحت التياب. دائما هو الموسم الشتوية حلو بالجواكيت بنهرب من هاي القصة، ولكن مثل ما حكيتي نيرمين بهذا الشهر واتباعا يمكن دراسات قالوا فيها لكانون الأول ببلش الوزن يزيد بسبب فترة الأعياد إن كان الكريسماس أو سهرة رأس السنة بتكتر الأكلات الطيبة والحلويات، فنشوف مين بده يقاوم هدول القصص بهذا الشهر. يعني صحيح، ومثل ما ذكرت من شوي انه حتى فصل الشتاء الواحد بيصير بيطلب اكل زياده، شهيته زياده، بتعشى مرتين بتغدى مرتين بنقريش بتسحر. طيب خلينا نحكي عن هدول القصص اليوم نحن كيف قادرين نضبط هذا الوزن وكيف قادرين انه نتحكم بشهيتنا. اكيد معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم اخصائيه التغذيه عنان دلا، ماجستير بعلوم التغذيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير صبايا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير على الجميع بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي. خلينا هيك بالبدايه نعرف معنا الوزن الزائد، يعني بتشوفي بعض الصبايا بيكون زايد عندهم كيلو او كيلين بتقول لك انا سمينه، او هي بتلاقي جسمها كثير حلو متناسق بتقول لك انه لا بدي انحف اسا، فخلينا نعرف شو هو الوزن الزائد. تمام، هلا امتى بنقول انه في عندنا زياده وزن؟ عن طريق مؤشر اسمه البادي ماس اندكس البي ام اي. هذا المؤشر هو تقسيم الوزن على مربع الطول بالمتر، بس كان هذا المؤشر بين 18.5 ل 24.9، وبالتالي هي الصبيه او هذا الشخص بيتمتع بوزن مثالي ووزن صحي، بس كان بين 25 ل 30، وبالتالي هو عم يتمتع بزياده وزن فوق ال 30 احنا بنقول عن هذا الشخص بدين. لكن في فكره انه نحن في اشخاص او في صبايا بيكونوا بوزن ما نو زياده وزن، ما بنشوف عندهم على الميزان او بهذا المؤشر انه هو في زياده وزن، لكن بشكل خارجي بنلاحظ نحن في ديفويات، في نسبه دهون عاليه، فهون بتكون زياده نسبه الدهون على حساب الكتله العضليه، الوزن ما عم تبين لكن هي بالشكل وبالقياسات مبينه. مثل ما قلتي احيانا بيكون الشكل ما متناسق، ما في توزيع صح بالدهون بالجسم. اليوم عم نحكي بموسم الاعياد مثل ما قلنا، وخاصه بالشتاء يعني هي هيك القصه بتكون مفتوحه، الجسم بيطلب حريرات اكثر، حلو اكثر، وبموسم الاعياد بتزيد هدول الاكلات. اليوم احنا كيف قادرين نضبط خلينا نقول شهيتنا اذا قدرنا يعني، ونقدر هيك نطلع من هدول الشهرين باقل الخسائر؟ تمام، هلا هذا الشهر مثل ما حكينا اعياد واجتماعات ومناسبات وسهرات، واليوم كمان عندنا اجتماعات او سهرات، بدنا نتفادى شوي نحن المبالغه بتناول الطعام بهي السهرات. اول نقطه دائما بحكيها لكل المشتركين او اللي عاملين دايت، وخاصه اليوم نوجه لهم هي النصائح لهم اللي متبعين حميه غذائيه وبدهم اليوم يعملوه فري. اول شيء انا ما ضل بلا اكل من الصبح للمساء، يعني نحن دائما عندنا العاده بس يكون في عندنا عيد ميلاد، بس يكون في عندنا سهره، ضل طول النهار بلا اكل، لانه يعني في اكل طيب المساء، في اكل كل الوجبات رح تتركز المساء كان مشاوي مقالي اكلات حلو، فانا ما ضل بلا فطور وبلا غدا، انا خلاص انا بدي اكل المساء فبلالي هالاكل اليوم، لا انا لازم افطر ولازم اتغدى كرمال انا ما وصل للمساء، انا عندي هي الشهيه الكبيره وصير في عندي مبالغه بتناول الطعام. نقطه ثانيه كمان كل سفره وكل جمعه او عشاء رح يكون في عندي انواع من السلطات، فانا لازم بالبدايه ركز عليها، ان كان تبوله ان كان اي نوع من السلطه، اخذ انا صحن منها خليني انا ملي معدتي بنوع من السلطات. النقطة الثانية أو فينا نقول الثالثة كمان حاول اختار صنف واحد أو نوع واحد من الأطعمة الموجودة على السفرة. هلا ممكن تقولي لي أنه صعب هذا الشيء وهو يوم وبده يعدي، هو اليوم تماما هو الشهر هو الفكرة، مشان ما نكون عم نبالغ بالكلام، صار في عندنا إفراط بالنوعية ما يصير في عندي إفراط بالكمية، يعني أنا ما كل شيء عم باكله بالغ بكمياته، لأنه إذا بدي آكل لقمة من هذا الصنف ولقمة من هذا الصحن ولقمة من هذا الصحن رح يجمع لي بالنهاية سعرات حرارية. مثل ما حكينا بالبداية أهم شيء أنا ما أكون جاية على هذا الاجتماع أو هي سهرة بلا أكل من الصبح، ركز على السلطات وركز كمان شوية على شرب المي أو المشروبات قليلة السعرات الحرارية. طيب هيك في أمني عند الكل أنه أكل وما أسمع، بدي أكل وما أسمع، ممكن يصير هذا الموضوع بعالم التغذية؟ هلا هو معادلة بفصل الشتاء أنه مثلا يوميا حدا معتاد أنه أنا بحب أكل حلو
طيب هلا هي بنهايه معادله، انا قد ما باكل قد ما عم بحرق، قد ما بسمن او بنحف او بثبت وزني، يعني بالنهايه في شيء عندي اسمه البي ام ار، هو معدل الحريرات القاعديه، يعني انا قاعد انا ونايم بحاجه لسعرات حراريه كرمال اشتغل دماغي، وظائف الدماغ، القلب، كل الاجهزه بدها سعرات حراريه. تمام، هذا البي ام ار بينضرب بعامل النشاط، يعني انا وقت بدي نحف حالي بدي اعرف قديش انا عم بحرق، قديش انا نشاطي اللي انا عم بزيد عن البي ام ار. هلا عموما لأنا اخفض نص كيلو خلال اسبوع، فلازم انا كل يوم نزل 500 سعره حراريه من حاجتي من السعرات الحراريه الكليه. وقت انا بدي اكثر فانا لازم مارس نشاط رياضي، لانه حرام انا نزل للشخص اكثر من 500 سعره حراريه من حاجته اليوميه. فموضوع اكل وما اسمان هي شوي يعني ما انا بشكل مباشر، قد ما انا لازم اعمل شغلات تعليني مستوى الحرق عندي كرمال ما يصير جسمي عم يخزن يحرق اكثر ما يخزن. هون الفكره انه دائما في اشخاص عندهم نسبه الحرق كثير عاليه باجسامهم، ومشوف اشخاص على ارض الواقع بيعانوا من النحافه وبيروحوا لعند اخصائيين كرمال يزيدوا الوزن، احيانا بيفشلوا بالقصه يعني. فهدول ما بعرف اذا اليوم حابب نيالهم لنقول يعني. قبل ما نروح لموضوع الرياضه والحميات، ذكرتي نقطه وهي تثبيت الوزن، كثير من الاخصائيين استضفناهم وحكينا بهي الفكره، قسم كان انه لا ما في شيء اسمه تثبيت وزن، طالما انت رجعتي اكلتي فحيرجع يزيد الوزن، وكان بعض الاخصائيين قالوا لنا لا في برنامج تثبيت ممكن من خلاله تزيدي كيلو وترجعي تنزلي، فانت اليوم شو رايك بموضوع تثبيت الوزن؟ هلا منطقيا مثل ما كنا عم نحكي بالبدايه، قد ما باكل قد ما انا رح اسمن او ثبت وزني، ما في عندي هلا كمان في بالعموم بالاسواق الحب الفلاني الدواء الفلاني بيثبت الوزن، ما عندنا ادويه بنتفق عليها انه بتثبت الوزن، هي بالنهايه حكينا هي معادله، لكن انا موضوع قديش بده يضل وزني ثابت، هلا الفكره الاولى قديش انا نزلت نسبة دهون، هل أنا نزلت عضل ولا سوائل ولا دهون؟ أنا وقت عم بنزل دهون ما عم ترجع الدهون عندي دغري بعد ما أرجع لنظامي الغذائي، والخطأ عم يكون من المشترك نفسه اللي كان عامل دايت، أنه هو بس خلص هالدايت لشهر شهرين ثلاثة هي الفترة المعينة، بيرجع بصير في عندي إفراط، بيرجع مثل نظامه القديم، كل يوم فاست فود، ما بيقعد يشرب مي، ما بيقعد يتحرك، وكأنه نحن بس فترة معينة نزلنا الوزن فيها، فرحنا فيهم، رجعنا ناكل على هوانا، هو موضوع بس شوي نتعلم عادات غذائية صحيحة، ما رح أقول لك طول عمرنا نضل صحيين، بالنهاية كل شخص ممكن يشتهي أكلة حلو، ممكن يشتهي أكلة موالح، أي شيء ما فينا نحرم اليوم الجسم من أي عنصر يعني، ولكن الاعتدال مثل ما قلت هلا نحن دائما اللي بيسمنا هو الشيء المضر. فأنت بتحسي أنه أنت دائما بتحبي إيه الأشياء اللي عن جد بتضرك، يعني تكون فواكه حلو لا بتروحي لصحن الحلو يعني بنفسك بتهب سبحان هو الله. الاعتدال يعني دائما بقول انا بس خلصنا رحله انزال الوزن وانزال الدهون حصران نكفي باقي الاسبوع بشكل طبيعي فطور وغدا عشاء مثل ما نحن تعلمنا بالحصص بالنوعيات من الاكل باكل الخضره قبل الوجبات ونخلي يوم فري لانه بالنهايه يوم الجمعه او يوم الاحد او اي يوم عندي عطله بالبيت انا مع العيله بدي انا اكل يعني معهم وبنفس الفكره انه انا يوم اعمل فري ما بالغ بالكميات يعني بدل ما اكل صحن هلا دخلين اكل نص صحن في حاله عنان اليوم بدنا نحكيها انه لما تقولي لشخص انت عامل دايت يعني الحاله النفسيه تبعيته بتصير انه بتطلب اكل بيتضايق بحس حاله محروم هو فكره الالتزام اليوم هي بدها كثير اراده وبنفس الوقت هيك كثير بنشوف حالات في علاقه بين الحاله النفسيه والاكل يعني واحد مكتئب ممكن يلجأ للأكل مر بأي مشكلة أو صدمة فبيروح للموضوع الأكل قديش اليوم فينا نحسن يعني كيف فينا نربط موضوع الغذاء دائما بنشوف هيك مقالات وأبحاث بتقول إنه الغذاء نوعية الغذاء بتأثر على النفسية والموضوع كمان عكس هو هذا الموضوع نحقق يعني من الغذاء افضل نتيجه لتعود لنفسيتنا هذا الموضوع هو الجوع العاطفي اللي انا شو ما بيصير معي بروح بتفشش بالاكل انا حلو. زعلانه حلو المصطلح يعني الجوع العاطفي تمام انا زعلانه فبروح باكل انا قاعده بالبيت مالي اليوم ما عندي شغل ومضغوطه شوي بالبيت كمان بروح بضل طالعه فايت على البراد عم بفتح البراد وسكره انه انا
حاسه بدي اكل شيء مع اني انا مو جوعانه. هذا الشيء اللي بنحكي نحن هون، انت مانك بحاجه اكل قد ما انت عم تتفششي بالاكل هون. فبالدرجه الاولى وقت بكون انا بهي الحاله او مره بحاله اكتئاب انفصال عاطفي، كثير امور بتادي انه انا اتفشش بالاكل. بهي الحالات انه انا بالبدايه لازم اعوض جسمي بالسوائل. ايام الجسم بيترجم نقص السوائل اللي عنده والعطش لحاله جوع. لحاله جوع. النقطه الثانيه وقت انا فعلا خلص يئست انا بدي اكل، فدائما خلي خيارات صحيه قدامي، يعني ما اجيب على البيت انا شيبس وشوكولا والحلويات وخليهم بوشي وقول انا لازم اليوم قاوم، خلاص هن محطوطين وانا لازم ما اكل. حاول نخفف شوي من وجودهم عنا بالبيت. النقطه الثالثه وبأسوأ الحالات وفي حال وجد وانا بدي اكل، فانا اطلع من المطبخ، اطلع على البلكون شوي، اطلع برات البيت اتمشى شوي حتى اغير من الحاله النفسيه اللي عندي اياها. طيب نحن فينا نربط هاي الحاله مثل شو قلتي الجوع العاطفي بفكره انه في اشخاص كثير ونحن بنمرق فيها بتقلك انا بهاي الفتره انا ماني قدراني اتحكم بشهيتي، دائما انا عم روح للاكل، دائما عندي حاله جوع، وتكون موجوده الحاله عم تزيد كميات الاكل عندي. يعني هون عم نحكي عن ضبط الشهيه كمان الى اسباب نفسيه اليوم النفس بتتعلق بموضوع الشهيه او لا، ممكن تمرق فتره نحن نمرق فيها انه نحن اليوم يعني بهاي الفتره حابين ناكل. تمام. هلا بدي انتبه لموضوع انا ما يكون عندي حاله صحيه معينه اللي هي الانسولين ريزيستنس، مقاومه الانسولين، وقت بتكون الشخص منصاب فيها وهي اكثر شيء نساء عرضه من الرجال الاصابه فيها، دائما في عندهم حاله هذا الجوع، في عندهم ما بيحسوا حالهم شبعانين ابدا، بحاجه دائما جسمهم للسكريات، يعني هن قد ما اكلوا سكر بضلوا بحسوا جسمهم انه هن بدهم سكر اكثر. فهون هي مقاومه الانسولين اللي بضل انا انسولين السكر الدم مرتفع عندي بالجسم، خلايا فينا نقول عنا قافله هي عم تطلب سكر وانت عم تاكلي وهي الخلايا ما عم تاخذ هذا السكر. هذا الموضوع بيعمل لي هذا الجوع وبيعمل لي محيط الخصر الزياده وبيعمل لي هي الجوع الشديد. هلا الحاله العامه كمان تلعب دور، الشتويه دائما نحن بنحس حالنا بحاجه اكل اكثر، حاجه سكر اكثر بنتيجه البرد نحن عنا، بس نحن هدفنا دائما نتوجه للسكريات المفيده، يعني الزبيب، الفواكه المجففه، التمر، الفواكه لكن بحصص معينه. كمان يعني دائما نشوف مبالغه بتناول، بنقول الفواكه او بنقول التمر مفيد، فنروح بنشوف عم يعدوا الصبح عم يحطوا الصحن هالقد 10 12 تمره بالمفرد 13 15 21 مع فنجان القهوه فنجان كل 3 تمرات وعاده ثمره فاكهه، فبدنا ننتبه كمان للكميات اللي عم نتناولها. طيب هي الفكره، نحن في اشخاص كثير بيحبوا الحلو، فهي الحصص اللي انت عم توصفي لهم اياها جسمهم ما بيتقبل، يعني بحس حاله ما اخذ انا كميه مناسبه من الحلو، كيف الواحد بيقدر يضبط حاجته للحلو؟ هون كنا نحن عم نحكي عن مقاومه الانسولين. تمام. هلا اهم نقطه الحاله النفسيه، هي اللي اي شخص بيجي مثلا عندنا على المركز انه انا ما فيني اقعد بلا حلو، طب طول بالك، نحن خلينا نبلش دايت، خلينا نبلش ناكل اكل صحي، انت بس مشيتي على نظام غذائي مدروس، نظام مو نظام الحليب والشوفان والتمر طول النهار والمي لحال والانظمه هي الشائعه اللي هي على اساس الحارقه للدهون، نحن نظام غذائي انا عم بعرف عم باكل حبوب كامله على الفطور، عم باكل بروتينات، عم باكل خضار، ما عم خلي جسمي يحتاج لسكريات، يعني ما عم يهبط عندي السكر كثير، عم وصل لمرحله انه كثير جسمي عم يطلب سكر، عم باكل بطريقه صحيحه من جميع المغذيات الاساسيه، بس هو بتجينا هون حاله نفسيه انه انا ما بقدر اقعد بلا حلو. طولي بالك بلشي اهم شيء هي الاراده والالتزام، يعني قد ما كان النظام الغذائي مرن وفي عندي بدائل غذائيه بنشوف الشخص نحن اذا ما كان في عنده التزام واراده وبالتالي هو ما راح يحقق هدفه بانزال الوزن. طيب هيك سريعا خلينا نحكي هيك نصيحه تنتين. هلا نحن من مجمل حديثك وصلتنا نصائح، ولكن اذا هيك حبينا بين قوسين نعطي كم نصيحه. تمام. اهم شيء نحافظ على شرب المي هلا بالشتويه، مثل ما شايفين هلا برد والعالم كلها مخففه من شرب السوائل، اقل شيء لتر ونص سوائل، فينا نقول كمان نص لتر من المشروبات الساخنه ناخذها بعد او نخفف من الشاي الاخضر والشاي الاحمر والقهوه اللي بعض الاشخاص بيعتبروا، والمتة اللي بعض الاشخاص بيعتبروا سوائل، هي لا منبهات. نحاول نمارس اي نشاط رياضي كرمال نتفادى زياده الوزن اللي عم نطلع نحن على اول الصيفيه فيها، عم نلاحظ 4-5 كيلو زايده عن بعض الاشخاص. هون بتبلش المعاناه. تماما. ضلوا بالف خير وينعاد عليكم بالصحه والسلامه. خلينا نحكي عن اهم الخطوات الاولى قبل ما نروح للتسميات والتصنيفات بالاطعمه، نحكي عن الخطوه الاولى نحن كيف قادرين نبلش صح.
تمام. هلا خلينا نحكي عن هلا اليوم، نحن بده يمضى اليوم ان شاء الله بخير وسلامه، من بكره بجوز كمان بكره من في نحن في عنا زوايد من السهره ومن الاكل، فما بتشوفي العالم لبعد اسبوع ممكن خلص ترجع توعى على حالها انه هي انا لازم ارجع امسك حميه غذائيه وبلش بانزال وزني، لانه كمان الاعياد كمان بشهر الرابع بدها تجي، فلازم انا يصير في عندي كنترول لهذا الموضوع. اول شيء الاراده والالتزام مثل ما حكينا، لانه قد ما كان النظام الغذائي مرن وسهل قدامك واختصاصي التغذيه كانت متساهله معك، فينا نقول اذا ما انت عندك اراده والتزام بيمشي الحال. نقطه ثانيه بدي احكي عنها ذكرتها نيرمين قبل شوي، نحن قديش نحن وقت نعمل دايت نحس حالنا انه نحن متضايقين او الحاله النفسيه، اهم نقطه ما اقول للي حوالي انه انا عامله دايت، لانه دائما اللي حوالي هنا بيفشلوني. طبعا كل هاللقمه ما حتاثر اليوم وما حدا شايفك وما رح تأثر عليك وبصيروا بيعزموك بيعملوا لك أكلات، فأنت دائما يعني حاولي ما تخبري الأشخاص خاصة اللي يعني برات البيت أنه أنا مجوع على بالي أكل، أنا والله هلأ أكلة بالبيت. هي قديش حلوة هيك لما أنت تنحفي وتغير جسمك ويقولوا لك مغيرة أو نحفاني أو عنا تجارب عنا تجارب مع نساء، يعني حتى جوزة بقلب البيت أنه شو بدك بالدايت، وقت بتنحف هو أول الناس اللي بيقول لها أنه أنت حليانة وأنت زغرانة، لأنه دائما نحن السمنة أو زيادة الوزن تعطي عمر أكبر من صحيح. عمرنا، فإرادة والالتزام وأنا ما أعطي إذني اللي حواليي، ولازم أوفر دائما بدائل غذائية. يعني أنا مو معقولة طلعة مع رفقاتي طلعة كلهم عم يأكلوا إلا أنا قاعدة هيك، فأنا لازم لاقي شيء بديل غذائي يلهيني، لأنه كمان الحالة النفسية بتلعب دور. آكل، فنحن بهاي الحالات دائما بنقول لهم اطلبوا مشوي لا تطلبوا مقلي، في حال طالعين تتغدوا برا مثل ما حكينا سلطات قليلة السعرات الحرارية، يعني مو مثل سلطة السيزر اللي هي كلها صوص عالي بالسعرات الحرارية، بنطلب تبولة فتوش، يعني خيارات غذائية تكون منطقية نوعا ما. طب وإذا طالعين ياكلوا حلو شو البدائل الصحية؟ هون حالة ثانية تهدي بالبيت تهدي بالبيت. طيب العصير الكوكتيلات هذول القصص فيهم ما فيهم سعرات حرارية؟ هلا فيهم، بس نحن نشرب كوكتيل يعني فريش احسن ما نجيب المعلبات اللي هي مليانه سكر مركز وما فيها اي فوائد غذائيه. طيب خلينا هيك يعني نعطي نموذج لنمط غذائي صحي من الفطور للغداء للعشاء ومع بدائل شو ممكن الواحد ياخذ. تمام. هلا مثل ما كنا عم نحكي وياكي قبل الحلقه انه نحن في عندنا خيارات، في عندنا بانكيك، في عندنا افوكادو على الفطور مع عسل مع مكسرات، بس نحكي شغلات نحن شوي منطقيه قادرين نحن نجيبها. بأسوأ الحالات اي نوع بروتينات موجوده عندي، شو يعني بروتينات؟ يعني انا فيني اخذ من حصه لحصتين من الالبان، يعني اربع معالق لبنه، اربع معالق طعام لبنه. طبعا المعالق دائما بنحكي عليها او انا بعيرها لاي شخص عندي لو دائما لا تبالغ فيها، تعمل جبل هيك معلقه الاكل ولا تكون ممسوحه وسط الاعتدال. اربع معالق لبنه مع ممكن رغيف نخاله او شوفان، نبعد عن الخبز الابيض او الخبز السكري لانه الخبز السياحي لانه هو كلياته سكر، نحاول ناخذ شوي خبز من الحبوب الكامله. ما عندي لبنه جبنه بقدر 60 جرام جبنه بيضاء مشلله، او يعني بالمختصر كمشه جبنه مشلله او 6 قطع مكعبات جبنه بيضاء. تمام. في حال عندي انا حصه من الدهون فانا فيني اخذ معلقه صغيره زيت زيتون، فيني اخذ 7 حبات زيتون كهدول كبدائل. في حال عندي يوم الجمعه وبدي اكل انا فول وحمص وتسائي ففيني اخذ انا صحن وسط من الفول المدمس. حاول ما اخذ خبز مع الفول، نحن دائما متعودين اخذ خبز مع الفول، لا هو اختار انه هذا نوع نوعين من النشويات، فانا بدي اختار نوع واحد وعندي اكله الفول فانا بكتفى انه انا اكله بلا خبز، ودائما وجود صحن الخضراء مشان انا اشبع بهي الكميه، خاصه اذا انا مبلش دايت جديد فانا ما حاشبع بهي الكميات، فلازم نحن نكون في عندنا نوع من الخضروات لحتى انا تعمل لي هذا الامتلاء بمعدتي. طيب المكدوس يعني طلع خارج نطاق الفطور نمط ما ذكرت هلا بس بدي انتبه، المكدوس هو كلياته دهون فيني اعتبره كله؟ لانه زيت يعني زيت هو زيت فهو دهون، لا هو دهون مفيد نحن ما عم نحكي انه مضره بس هو من حصص الدهون بنهايه وقت انت عم تعملي نظام غذائي في حصص من الدهون من الكربوهيدرات من البروتينات، فانت ما بدك تاكلي شيء على حساب شيء. تمام. لازم تاكلي ثلاثه بنسب معينه حسب قديش درجه السمنه عندك، يمكن تحمل سعرات يعني ما كتير قويه، هي فيها سعرات حراريه بس مو كتير يعني بس عاليه، هي لا للبروتينات ولا للكربوهيدرات، بس هي من يعني انا حاططها بالزيت زيت زيتون فهي هي حصه دهون. في ناس فيها جوز بسبب التكلفه الاقتصاديه يعني حطوها بزيت مثلا اون لون الشمس
فكان هذا عم يكون فيه سعرات يمكن يعني هو اضرب لا زيت الزيتون افضل خلينا عليه. طيب حكينا عن النظام الغذائي وكيف نحن قدرانين نبدل وجبه بوجبه اخف، حكينا عن موضوع الاراده. دائما بيقولوا لك دايت وحميه بدها رياضه، فمشان كرمال تكون في توازن جسم وقت البنحف فبصير في تناسق تماما، فالجسم هون بحاجه لرياضه ولا شد عضل او جلد. خلينا نحكي اليوم عن النظام الرياضي قد ايه مفيد الى جانب الحميه. تمام، بدي احكي شو نوعيه الرياضه اللي انا بدي اعملها، عم تختلف من شخص لثاني. في اشخاص ما عندهم كتله عضليه، فانا بحاجه لتمارين المقاومه، انا انزل على النادي العب الات لحتى ازيد من الكتله العضليه. في ناس عندها كتله عضليه عاليه بس عندها نسبه دهون، فانا هون بحاجه للتمارين الهوائيه. كمان في اشخاص شو يعني تمارين هوائيه؟ تمام، مثل الايروبيك، زومبا، اي تمارين يعني هي بتعمل في حركه كثير وفي حركه بتسرع من دقات القلب بشكل سريع. هلا باسوء الحالات نحن عم نشوف منواجه كمان انه انا ما عندي وقت، انا طالبه جامعه، انا ربيت منزل عندي اولاد ما فيني اطلع سجل بنادي. اسوأ الحالات 30 دقيقه كل يوم مشي ان كان بالبيت او ان كان برا. تمارين على اليوتيوب انا طلعها، او باسوأ الحالات دائما بقول انا رقص، الرقص بالبيت كمان بنحف، لانه حتى لو ما بتعرف الصبيه ترقص فهي عم تعمل اي حركات، عم تحرك جسمها من فوق لتحت، وبالتالي هي عم تعمل هي النشاط البدني. اهم شيء بس يكون لا يقل عن 30 دقيقه متواصله. طيب فالفترات بين الوجبات الغذائية قديش برأيك لازم تكون؟ بين ثلاث وجبات سابقا كنا نحكي على الخمس وجبات، ثلاث وجبات أساسية وجبتين سناك. بالفترة الأخيرة دراسات كثير، وأنا صرت مع أنه نحن نعمل فترة صيام بين الوجبة والثانية، يعني فطور غدا عشاء والسناكات خلينا ندمجهم بقلب الوجبة نفسها، ما بقى نحن ناكل كل ساعة ناخذ وجبة إن كان صغيرة وإن كان كبيرة. كم ساعة مشان موضوع قطع يعني 14 16 هلا نحن عم نحكي كنظام كلاسيكي فطور وغدا عشاء، خلينا ثلاث ساعات لأربع ساعات بين وجبة الفطور الغداء وبين الغداء وبين العشاء. والصيام كم ساعه؟ اما الصيام متقطع فهذا نظام ثاني له بروتوكول معين بتطبيقه. انا مع نظام ال 16 ب 8 بس مو كل يوم، بشرط مو كل يوم، كل يومين بنعمل الثالث صيام متقطع، بنصوم 16 ساعه عن الطعام الصلب او اي مشروب محتوي على سعرات حراريه. نقطه كمان بدي نوه عليها انه كثير اشخاص عم تتبعوا من الفيسبوك من السوشيال ميديا وما عم تستفادوا وعم تزيد عليه، لانه هي ما عم تعرف شو تاكل بهي الفتره 8 ساعات اللي هي عم تاكل فيها. هن عم يبالغوا كثير بها 8 ساعات وبيجي بوقفوا اكل 16 ساعه بيقولوا لك ما استفدت، فهي في له بروتوكول معين بتطبيقه. طيب كثير بنشوف اخصائيين تغذيه بيقولوا يعني هن صح مع الحميه، ولكن بيقولوا نحن مع ما لنا مع الحرمان، يعني تقليل الوجبات يمكن عم تكون افضل من انك انت تحرمي حالك من فتره طويله من ان كان من البروتينات من السكريات، وبترجعي بتخلصي بتوصلي للوزن اللي بدك اياه، فبرجع جسمك بتفتح شهيتك من اول وجديد. فدائما بيقولوا انه الوجبات القليله خدي اللي بدك اياه ولكن بكميات كثير قليله. صرنا نشوف اسماء حميات كثير يعني، ومثل ما قلتي هلا انت سمعنا منك انت مع الصيام المتقطع، غيرك قالنا لا على فكره. يعني ليش دائما في اختلاف بين اخصائيين التغذيه بموضوع الحميات؟ هلا هي موضوع تجارب، موضوع قديش انا مآمنه بهي الحميه. هلا انا مع الصيام المتقطع فقط لا غير، يعني انا ضد الكيتو، ضد اي نظام مثل ما حكينا قبل شوي نظام السوائل او نظام الخضار تبع طول النهار. نحن مع ان انت تاخذي بالوجبه نفسها اللي عم تاكليها فطور وغدا عشاء جميع انواع المغذيات اللي حكينا عنها، كربوهيدرات بروتينات ودهون، فانت عم تاخذي من ثلاث حصص يعني ثلاث انواع من المغذيات بحصص. مثل ما حكينا مو موضوع هو تقليل قد ما موضوع يناسب جسمك يناسب وزنك قديش بدك تنزلي انت. موضوع بس موضوع الصيام المتقطع ليش حكينا عليه وله فوائد، في دراسات اثبتت. هلا كنا عم نحكي على مقاومه الانسولين قديش هو بيفيد، بيحسن لي من مقاومه الانسولين، بينزل لي من محيط الخصر، بينزل لي من ال LDL الكوليسترول الضار، له فوائد كثير على الجسم غير تحسين القدرات الذهنيه للصيام المتقطع، لانك انت ما عم تحرمي حالك من الاكل، انت عم تاكلي حاجه جسمك بها 8 ساعات بس عم تدربي جسمك 16 ساعه انك انت توقفي اكل. وهي مفيده شوي بالشتويه لانه احنا دائما بالشتويه في سهرات طويله بالبيت، في نقرشات كثير، فانا عم عود جسمي انه تقول لا خلص انا لا، وما عم تكون كل يوم بشكل مضر للجسم بشكل يتعود عليها. احنا عم تكون مثل كسر لروتين الجسم، كل يومين الثالث عم يكون صيام متقطع.
معلومات كثير مهمة اليوم قدمتيها لحضرتك، وإن شاء الله هيك نقدر ببداية هاي السنة الجديدة بال 2023 طالما نحن عندنا هاي الإرادة إنه يكون عندنا خطوات جديدة، فخليها تكون اليوم من برنامجنا من البرنامج تبعنا، ونحن اليوم نقدر ننظم الغذاء الصحي بحياتنا. بدك تشكر كثير وجودك لليوم وسعيد صباحك. شكرا كثير صبايا، ينعاد عليكم. أنا مثل ما ذكرنا إنه مثل ما نبدأ بنظام صحي هو صعب، ولكن أيضا كثير بنشوف حالات بيقولوا نحن بعد أسبوعين ما عاد طلبنا الأكل، ما عاد طلبنا الحلويات، هي بدها شوية إرادة وتنظيم، لا أكيد لأكلنا الصحي. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتها.